عن أنس عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، يعني في رمضان كان يعرف ليلة القدر صلى الله عليه وسلم، فخرج يخبر بليلة القدر، كان يريد أن يخبر المسلمين أي ليلة هي على وجه التحديد. فقال فتلاحى رجلان في المسجد، هذا كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، كان بينهما دين وحقوق وكل يدعي الحق لنفسه، فارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، يعني تنازع وتخاصم، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 7 و9 و5. والعلماء يعني علقوا على هذا المعنى الواضح وقالوا يعني هذا شؤم الخصومات والمشاحنات والبغضاء ترفع الخير وترفع البركة. ولهذا يعني بوأ هذا الحديث ذكره رواه البخاري في أكثر من موضع، وقد بوب عليه في كتاب الأدب، بوب عليه ما ينهى من اللعان والسب أو من السباب واللعن، وذكره في كتاب ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر، وذكره ورواه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أمر مخيف، يعني نحرم من البركة ونحرم من العتق من النار أحيانا، ونحرم من مغفرة الذنوب بسبب خصومة يعني بين رجلين. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنهما جاء يحتقان، يعني يدعي كل واحد منهما أن الحق معه، يحتقان والشيطان معهما. وهذا دور الشيطان، يعني تكبير الخصومات وشحن القلوب بالبغضاء. ولهذا أفضل الناس مخموم القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو الذي ليس فيه غل ولا بغي ولا حسد.